خطيرة. دعم شخص يتوفر على 200 جريمة ب32 مليون سنتيم. أشار مستشار برلماني عن فريق الاتحاد المغربي للشغل عز الدين زكري إلى أن الحكومة دعمت شخصا يتوفر على 200 جريمة، مبرزا أن هذا الشخص سيحصل على 32 مليون سنتيم في إطار الدعم الذي خصص لمهني النقل. ودعا زكري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل إلى البحث في الموضوع. وضمن كلماته بالجلسة ذاتها أشار إلى أن الحكومة أخطأت حينما وجهت الدعم إلى أصحاب المأذونيات بدل السائقين المهنيين، موضحا أن السائقين هم الذين يتحملون أسعار المحروقات.